السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا لعبة جميلة جدا اسمها سيتيز سكاي لاينز. اللعبة دي عبارة عن إيه؟ إن أنت تعمل مدينة بتاعتك، بيديك إن أنت تمسك شبكة الطرق وشبكة المية وشبكة الصرف وشبكة الكهرباء و المنطقة ذكر الصحراء. أنت بقى بتبدأ تعمل بشكل كويس بحيث الناس تبدأ تيجي. طيب خلينا نقول له نيو جيم، بيديك أماكن كتيرة وكل مكان بيبقى فيه تفضيلات معينة أو فيه ريسورسز معينة هنبدأ نشتغل بيها. وأقول لكم مثلا اخترت مكان قريب من المية، أقول له ستارت. أهو المكان أهوت، من خلال ال W أنا ببدأ أقدم. طب ده الطريق، تمام، ده اللي أنا هبدأ منه، طريقين أهمت، تمام. ممكن نقول له ايه احنا عايزين نعمل الطريق بتاعنا اهوت. اقول له انا عايز امشي الطريق بتاعي من هنا مثلا لهنا. ممكن تاخد الطريق كده من اول، اخد شكل مثلا زي مربع كده مثلا من هنا لهنا لهنا. ممكن تمشي خطين مستقيمين زي ما انت عايز، تمام، يعني حسب التصميم بتاعك، تمام. خلي بالك ان انت عندك ريسورس هنا، كل ما بترسم حاجه الفلوس دي بتقل، فما تعملش شبكه طرق وبعد كده تيجي تبني المباني ما تلاقيش، تمام. طيب انت محتاج ايه بعد كده؟ محتاج مثلا الحطه بتاعت الكهرباء، وليكن مثلا نحطها هنا، وقول مثلا الميه والصرف اهي. الصرف بتاعنا اهوت، تمام. دلوقتي بقى نبدأ نعمل البيوت. اقول له مثلا هنا ده مباني لو دينستي ريزيدنشال زون، تمام. ممكن بقى هنا تبني كوميرشال زون، تمام. وممكن هنا بقى تبدأ تعمل منطقة صناعية وخليها بعيدة عن السكان قدر الإمكان. ممكن من هنا تبدأ تقول له لا ده أنا عايز إيه، أعمل أماكن صغيرة بالشكل دوت، تمام. طيب هنبدأ بقى نقول له بقى وصل لنا الكهرباء مثلا المكان ده بدأ هو يتعمل أهوت. حسب بقى التوزيع اللي انت عايزه في الكهرباء، عايزين نعمل انا برضه عايزين نوصل المية. خلي بالك هنا محتاجين مية وصرف، هقول له انا عايزين هنا المية. خلي بالك عدد السكان دلوقتي 64، كان من شوية زيرو، بس أول ما أنت بدأت تبني بيوت ومصانع وكده تبدأ الناس تيجي. هنعمل بعد كده قسم شرطة ومكان للتعذيب وكل الحاجات ديت. يا ريت لو حد يعرف أي محافظ من المحافظين يعرفه باللعبة دي بحيث يعرف يدير المحافظة تحت ازاي. لو مكان ما فيهوش خدمات هتلاقي الناس مشيت من عندك. بيقول لك خلي بالك، تمام، خلي بالك الصرف. ممكن اقول له انا عايز اشيل الحته دي، هو بيديك تحذير لما الخدمات تقرب من بعض. دلوقتي بقى 190 والفلوس هتزيد، يعني انت دلوقتي كل ما بتبني حاجه الفلوس اللي عندك بتقل، في ميزانيه معينه للمشروع،
بس كل ما الناس بتيجي هتلاقي الفلوس بقت ايه تجيلك. ايه ده بقى، نعمل صرف برضه الناحية دي. دول الحاسب تعديها طيب. دي من ضمن الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها. طيب مبدئيا عشان نهرب من الخلاف دوت ده زي تويتر كده بيبدأ يقول لك خلي بالك عندك مشكلة في كذا، عندك مشكلة في كذا، في حتة مش واصل لها مية. طيب خلينا نقول له وصل المية. ممكن نبدأ نوصل للبيوت دي بقى مية كده. دخلنا بالليل الناس عم تيجي، اول ما تلاقي فيه مشكله هتلاقي الناس بدات تقل والفلوس عندك بدات تقل. هي لعبه كويسه جدا لتصميم الموديل.